كالعادة هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح السيد ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، وده كان بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة اللي بتجمع البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمناقشة عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى، وده لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تبلغ قدرة المشروع 400 ألف طن سنويا من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجا وات. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، وده بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. خلال اللقاء أكد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة اللي بتجمع بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وأيضاً التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، ومن المقرر أن تبلغ قدرة المشروع 400 ألف طن سنوياً من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجا وات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بيأتي لاستعراض المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيماً لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات تجعلها منطقة جذب سياحية، وهو ما يتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع عدد من المشروعات اللي بتعمل عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها دعم الشركات الناشئة وخطة نشر الفايبر لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، فضلاً عن خدمات التعهيد ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة في هذا الشأن. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي المنتشر عبر وسائل التواصل غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين اللي بتقوم به الحكومة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وإن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.